النور، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح اي حاجه زوينه. كنتمنى تكونوا على خير وبخير و5 5 كما العاده وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. نشوف بتا الشارج، تاش دايره التليفون الشارج وكنهضر معاكم. وعاد الصباح نطمن النعاس فطرت وقلت هاد الصباح نشارك معاكم واحد الوصفه ديال لي ديدات. غادي نجرب ديجا انا هاد الماسك هذا ديال الاكسيون كنت ديجا مجربه، ولكن غنديرو معاكم نوريكم الطريقه باش كديرو. وغادي نشارك معاكم واحد لو برودوي ديال باليا، هذا غزال هاد البرودوي هذا د باليا. انا غادي نشاركو معاكم دابا وغادي ندير معاكم الوصفه دابا. فكما اليدين كما كتعرفوا كان العواميل بزاف، غسيل الماعن، واخا انا صراحه الله بعض المرات كنستعمل ليكات، بعض المرات ما كنستعملهمش، مثلا شقه الدار الشغل هذاك، فاليدين كيرجعوا حالتهم حاله. نشارك معكم الوصفه اللي كندير تقريبا دائما، ماشي دائما ولكن على الاقل مره في الشهر كنستعمل هذه الوصفه هذه. وكذلك كاين وصفات طبيعيه هما كنت كنديرهم، ولكن من استعملت هذا ديال باليا هو نورمالمون هذا الكريم، هذا المقشر هذا كيتستعمل اللحم كامله، ولكن انا كنستعمله فقط اليديا والرجلين باش كندير المقشر تقشير اليدين والرجلين. وصراحه الله هو اللي ما كنستغناش عليه دابا حاليا، زوين. وكاينين وصفات طبيعيه بالليمون بالجليسيرين بالسكر، هادوك دابا نشارك معكم وصفات طبيعيه اللي كندير. ولكن هاد الوصفه هاد المقشر هذا ديال باليا غزال غزال غزال. كما قلت لكم في اليدين مع الشغل مع هذاك، فالواحد على مره مره يعتني بهم، مره مره يحاول انهم باش ما يبقاوش هكا كما يقولوا خشانين كيتقشروا بحال اللي فمي كيضربهم تيك الشرق كيبانوا بحال اللي مشرقلين وداك الشيء. فالواحد علاش لا مره مره يعتني بهم. ندوزو معكم من هذاك وهذا الماسك هذا، هذا الماسك هذا واقيلا ما عرفتش ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو، كي كنت شريتو من اكسيو ديجا جربته واحد المره وغادي نجربو معكم حتى هو زوين ونوريكم كيفاش شنو كاين ونعطيكم رايي ديالي. الراي ديالي وانا ديجا جربته، واخا بلا ما نعطيكم الراي ديالي تنجربو دابا مزيون. يلا ندوزو الفيديو. بالنسبه لهذا البيلينغ هو هذا، وهذا المقشر هو كيصلح صراحه الله الجسم كامل كما قلت لكم. هنا غادي تشوفوا حتى مكتوب بالالمانيا، ولكن راه بيلينغ هو معروفه بالانجلي هي مقشر. هنايا اش كيقولوا لها ملح، الملح ديال البحر الميت، وكذلك اوراق الشاي الاخضر. ونترجمتم هنا كيجي هكا هاد المقشر كيجي هكا، شفتوا هاد الملح هادي بحال هنا كاين واحد شويه بحال الزيت بحال. مهم هو زويون، وهذا هو اللي كنستعملها كيجي بحال هكا، كنستعملو حتى في التقشير ديال الرجلين. كناخد هي شويه كنديرها كيخلي اليديده ترطيطبي. المهم كيما غتشوفوا ندير هكا يدي باش يبان لكم كلشي هكا، وعاد نمشي نغسل ضروري قبل ما نديروا هذا الماسك اللي شريته من اكسيو، فضروري ضروري يكون اليدين مغسولين مزيان ودير لهم التقشير وتغسليهم مزيان، وعاد ديري هذا الماسك هذا. هذا المقشر غزال هادي شوكولا بيان ديسو علاش مره مره الواحد يعتني
بيديداتو، غادي نمشي نغسل يديداتي مزيان. المهم كتبقاو بهاد العمليه هكا باش كديروا التقشير غير بشويه باش ما ي... شويه قص حد هاد المنتوج دبال ليا. المهم غنمشي نغسل يديداتي ونجيو باش نشاركوا الماسك. انا غسلت يدي وعرفتوا هاد المقشر كيخلي واحد الرطوبه واحد البارفان في اليد كتجي غزاله، ديك الريحه ديال الريحه ديال الشاي الاخضر. المهم واحد الرطوبيه ما نعاودلكمش مزيونه والله. كنصحكم الناس بعدا اللي في المانيا ولا اللي عنده شكون يجيب له هاد لي برودوي في المانيا، زوينه هادي ديال باليا فنه، جربوها وما غاديش تندموا مزيونه. المهم دابا ثاني حاجه غنديروها هو هذا الماسك ديال اكسيو، هذا اللي كنت شريت من اكسيو. هنايا دايرين شنو طريقه فيه البوغ دو كاريتي وفيه الويل دو ماكاداميا وفيه الفيتامين او. اول حاجه غادي فيه هذا ديال اكسيو وهذا فيه واحد جوج ليغات غنفتحو معاكم كنديرهم في يدينا. خلاص راه هنا كاين طريقه ديال الاستعمال كيفاش هي، فيها كما قلت لكم شنو فيها، فيه البوغ لو بوغ دو كاريتي الويل دو ماكاداميا والفيتامين او. كيجيو على هاد الشكل هكا دو غون، شفتو 15 دقيقه كتخليوه 15 دقيقه في يديكم ومن بعد كتماصي وما تغسلوا لا يديكم لا والو، لان باش هذاك هذاك البرودوي كيدخل في كيدخل في كما يقولوا في في الجلد ديال اليدين ولا شنو. هكا و 15 دقيقه هاد اللي كانت غنخليهم 15 دقيقه في يدينا ونرجع معاكم. انكم هانتو تحيدوا الجهه ديال راه معطينكم، لا بغيتو تحيدوا الجهه ديال باش تستعملوا لي دوا ديالكم تحيدوهم، كيتحيدوا هاد لي بو ديال باش تخليو غير هنا، لا بغيتو تخليوها مكموله تخليوها كيما هكا شتي. المهم كيما بغيتو هي فاش دازت 15 دقيقة حيتاش ممكن تحيدو هاد لي بو ديال الطفريت تحيدوهم. المهم دازت 15 دقيقة فاش حنا كنحيدو هاد لي كون اوب كنحيدوهم ونبقاو ندهنو بحال اللي فيه واحد الكريم ندهنو هاكا. معنديش الإضاءة وقيلة مزيانة ولكن ماشي مشكل، نبقاو ندهنو حتى يدخل داك الكريم في اليدين. المهم نبقاو على هاد الطريقة هكا حتى داك يدخل في ليديدات. وبهذا الفيديو هذا علاش الواحد يعتني بديداتو يعتني بطفيراتو مرة مرة. المهم بالنسبة للناس اللي خدامين، الناس اللي في الدار، عيالات اللي خدامين، العيالات اللي في الدار بحال بحال فمع الخدمة الواحد كيكون يديداتو داتو مع الخدمة مع تمارة مع الشقة في الدار مع بزاف ديال الأمور. مرة مرة علاش لا، مرة في الشهر ولا مرة في 15 يوم الواحد يدير واحد التقشير لليديدات، واحد الاعتناء بديداتنا ورجيلاتنا مرة مرة. المهم دابا اعتنيت معكم بديداتي وريتكم لي برودوي اللي في المتناول. ما كانش كاين هذا المقشر، ممكن ديروا مقشر في الدار يعني كاين بزاف ديال هذاك. هذا بالنسبة كذلك اللي عنده هاد ليغو ديال اليدين كذلك اللي ما توفرش فيها الكريمات كافيه الكريمات من بعد التقشير الواحد يدير الكريم ديالو والترطيب، وبهكا كنكونوا حصلنا على يديدات ترطيبين واعتنينا بهم واحد شويه متشرقين يكون بحال اللي كيتقشروا هذاك. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، هانتو تحسوا بهم رطيبين.
كنكون بهذا الفيديو هذا كنكون وصلت لاخر الفيديو، وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو، وان شاء الله فيديو اخر. باي باي عليكم.